سؤال حساس ولكن جوابه معروف يعني يقول هل يستطيع العالم المتمكن المتمكن يعني من الشرع من التاريخ من أن يحدد المستقبل من خلال فهم السنة الكونية؟ الجواب نعم ولا. الجواب نعم ولا. نعم أنه يعطيك خطوط عريضة يعني يقول لك والله هذه الدولة ستسقط، هذا هذا الظلم سيزول، العقوبة ستحل بهذه الأمة، المشروع الفلاني سينجح، المشروع الفلاني لن ينجح، لكنه هذا نعم. أما لا فلن يستطيع يحدد يعني يقول لك والله في اليوم الفلاني هذا يصير شعوذة أو تنجيم، في اليوم الفلاني سيسقط أو في إلا إذا كانت يعني تأويل رؤى، والرؤى طبعا من الوحي، لكن كعلم وتحليل نعم يستطيع يستقرئ بشكل عام، يستطيع يستقرئ بشكل عام بشكل واضح يعني بشكل عام واضح يعني فيه نوع من التوفيق أنه والله هذا النظام سيسقط، لن يمكن يقول لن يستغرق سنوات ولن يستغرق أشهر، لكن لا يستطيع أن يقول سيسقط في اليوم الفلاني، هذا شعوذة، هذا تنجيم. يستطيع أن يقول والله هذه الأمة ستحل بها عقوبة، ويكاد يصدق يعني قريب من 100%، مثل ما قال ابن تيمية والله إنكم انتصرون، قالوا قل إن شاء الله، قال أقولها تحقيقا لا تعليقا، فكانوا متيقنا من النصر لأنهم أخذوا بأسباب النصر. فإذا نعم يستطيع في الجملة، ولكن لا يستطيع أن يحدد اليوم والطريقة والأسلوب، لأن هذا سيكون تنجيم وليس علم. سؤال حساس آخر، جد حساس جدا، والكلام فيه يعني حرج، هو هل القدر يعني القدر الذي يتحدث يعني عبارة القدر التي يتحدث فيها الناس وتقدير الأمور الذي أراده الله سبحانه وتعالى هل له علاقة بموضوع السنن؟ طبعا مرتبط جدا، لأن الله سبحانه وتعالى قدر هذه يعني أن كل شيء خلقناه بقدر، هذه السنن. لكن هناك فرق بين القدر وما كتبه الله على الخلائق، الكتابة النهائية يعني كتاب الله سبحانه وتعالى على الخلائق مرحلتين، مرحلة الأولى مرحلة القدر، أنه إذا عملت الشيء الفلاني تنتهي بالنتيجة الفلانية، سواء كنت فردا أو جماعة أو دولة، إذا عملت الشيء الفلاني يحصل الشيء الفلاني، إذا أخذت بالأسباب تجيب النتائج. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني هو الكتابة النهائية التي تثبت في اللوح المحفوظ أنه الله سبحانه وتعالى قد بالمعجزات أو بالكرامات أو بالاستثناءات قد يعدل شيئا من هذا القدر لأسباب، منها المعجزة ومنها الكرامة ومنها الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء، هذا معناها أنه كان يفترض يعني كان يفترض طبقا للقدر والسنن التي والله أنك أنت راكب بالسيارة الفلانية كان ينبغي أن تنقلب، ولكن الله سبحانه وتعالى حفظك، كان مفروض تنقلب بكل المعطيات أنها تنقلب، حفظك بدعائك، حفظك بقراءة الأوراد، حفظك بدعاء والديك الآخرية، فلم تنقلب أو انقلبت ولم تتأثر. فالمفروض أنك طبقا للمعطيات الكونية المباشرة أنها تنقلب وأنك تموت تتمزق، لكن الله سبحانه وتعالى حفظك بالدعاء، حفظك بعمل صالح عملته، حفظك بصدقة، حفظ إلى آخره. نفس الشيء يعني في مرض، لو صبت مرض المفروض أن هذا المرض يقضي عليك، لكنك يعني أخذت بالرقية ولا دعوت ولا إلى آخره، فالله سبحانه وتعالى يعني بارك في علاج معين ولم يبارك في علاج الآخرين. فإذا هذا ما يقصد بيمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب، وهذا ولعله كذلك ما يقصد بقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لا ينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة، يعتلي يتصارعان يعني، فقد يتغلب الدعاء على القدر، لا يتغلب على ما كتب في اللوح المحفوظ، لأنه أصلا ما كتب في اللوح المحفوظ هو النتيجة وليس الأمر القانون القدري. يعني أنت كتب في نهاية في اللوح المحفوظ أنك تشفى من هذا المرض، لكن القانون الساري بين كل الناس أن هذا المرض مميت، أن هذا المرض مميت، فبدعائك وبرقيتك وبصدقتك وبإحسانك عافاك الله سبحانه وتعالى من هذا القدر، أو دفع عنك شر ظالم من الظلمة، أو حماك من حادث إلى آخره. هذا المقصود بالعلاقة بين السنن الكونية، التقدير الكوني الثابت
اللي هو قوانين وبين الاستثناءات التي سببها معجزة أو كرامة أو دعاء أو ما شابه.